وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وعم نوالوها كل العباد، وعم نوالوها كل العباد، وعم نوالوها كل العباد، حبيب الله ذكرى المولد النبوي. تنظم مجموعة مدارس الزيتون المعرض التلاميذي الأول للسيرة النبوية والشمائل المحمدية، وهو معرض يجسد لنا بعض القيم اللي كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن بعد الصفات اللي تميز بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مناسبة من خلالها كيتعرفوا الوليدات على السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الغزوات، ما قاله غير المسلمين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الأشعار والقصائد الشعرية التي قيلت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل الكون أنار بنور طه، قمر قمر قمر. نطلع أبناءنا على القيم الإسلامية العريقة، يرون الكعبة يفرحون برؤية الكعبة، المسجد النبوي الشريف، يرون تمثيل للغار، غار حراء حين كان يتعبد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي، ثم هناك تمثيل في المعرض لغار ثور الذي نزل به الرسول عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه.